هنا مع اللقطات نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومباراة مهمة لنادي الفيصلي أمام شباب الأردن. هنا بسم الله تنطلق هذه، تلقت شباكه هنا رأسية وخطيرة ولكن يسيد أبو ليلى. عبيدة في الأمام، جبريلة باتجاه مجد العطور وما زالت. شوف المجهود، شوف الأداء، شوف التمريرة عند محمد العكش، يلعبها في الجهة اليسرى خطيرة. يا سلام، أنس بن ياسين تمريرة ولا أجمل، وأمين الشلاينة هو الذي يفتتح التسجيل لمصلحة النادي الفيصلي. تمريرات ولا أجمل، أداء ولا أروع، والبداية كانت من أنس بن ياسين. العوبة الكرة من سالم، خروج أحمد الجعيدي. ثاني الأهداف، وهنا عريس الليلة، عريس الليلة، عريس الليلة، هنا أنس بن ياسين، ولكن مقطوعة والمرتدة، ولكن الحكم محمد مفيد يطلق الصافرة معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم النادي الفيصلي بهدفين مقابل لا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، نرحب بكم مجددا هنا مع انطلاقة الشوط الثاني من هذا اللقاء الذي يتبع النادي الفيصلي ونادي شباب الأردن. عبيدة السمر، العوبة الكرة داخل منطقة الجزاء، خروج أحمد الجعيدي والمتابعة. لم يجد الحلول، وهنا خطيرة كانت مباغتة منطقة الجزاء وتعود مجددا، هنا خطيرة من يوسف، تسديدة وفي القائم، لكن مقطوعة من المدافع العراقي. وفي هذه اللحظات الحكم محمد مفيد يطلق صافرته معلنا انتهاء اللقاء بانتصار جديد لمصلحة النادي الفيصلي.